بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن هنريك إبسن، وهنتكلم عن روايته البطة البرية أو وايلد داك. وايلد داك، البطة البرية. هنريك إبسن من أفضل المؤلفين بعد شكسبير، يعني تم تصنيفه أنه هو من أفضل المؤلفين، من أفضل مؤلفي المسرح بعد شكسبير. له تقريبا 26 رواية. يعني كل الروايات اللي أنا قريتها يعني بصراحة تستحق القراءة. فيها كم من الأحداث كبير، فيها عمق في تحليل الشخصيات وتحليل الأدوار، والهدف في أهداف خفية من الأحداث اللي موجودة في المسرحية. طبعا من الروايات المهمة لهنريك إبسن أدولز هاوس ووايلد داك، دي دول من أحسن الروايات اللي ألفها هنريك إبسن. طبعا هنريك إبسن ده كاتب نرويجي، عاش من سنة 1844 ل 1906. اشتغل في الصيدلة فترة، وبعدين ساب ترك الصيدلة وتوجه إلى المسرح. هنتكلم النهاردة عن وايلد داك أو البطة البرية، والنهاردة هتكلم بأسلوب مختلف. يعني هحكي حكاية البطة البرية، لأن هي يعني الأحداث اللي فيها أحداث كتير ومحتاجة يعني حد يبقى فاهمها عشان يبدأ يقرأ القصة أو يقرأ المسرحية. فهنتكلم عن رواية وايلد داك أو البطة البرية. الشخصيات اللي موجودة، طبعا قبل ما نتكلم عن الشخصيات، هنريك إبسن كان من الأوائل اللي اتكلموا عن قضية المرأة، وفي أدولز هاوس كان تنبأ بأن هيبقى فيه يعني موضوع خاص بالمرأة وقضية المرأة، تنبأ بالموضوع ده كله في أدولز هاوس. نتكلم بقى النهاردة عن وايلد داك أو البطة البرية. هنتكلم عن أهم شخصيتين في المسرحية، هو هاكون فيرن وإجدال، أولد إجدال. هاكون فيرل وأولد إجدال الاثنين كانوا تجار، وكانوا تجار مشهورين. إجدال أساسا كان ضابط جيش، وبعدين بقى تاجر كبير، بس للأسف خسر كتير في تجارته وتدهور به الحال وأصبح فقيرا. طبعا هاكون فيرل ده حافظ على تجارته وأصبح من التجار المشهورين، وهنا فيه تناقض بين أولد إجدال وهاكون فيرل في المستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي لهاكون فيرل مستوى هاي كلاس، بالنسبة يعني هاي ليفل كلاس. بالنسبة لإجدال طبعا مستوى الطبقة الفقيرة، بس عشان هما كانوا زملاء فطبعا ظلت العلاقة موجودة، ظل التنافس موجود. طيب هاكون فيرل ابنه جريجرز ده بيمثل المثالية في المسرحية، يعني مثالية في كل حاجة، بيتكلم بمثالية مطلقة، بيتكلم عن المفاهيم العدل والحق دايما، وشايف ان والدته اتظلمت قبل وفاتها لما فيرل خانها مع الخادمة اللي اسمها جينا هنسن. فجينا هنسن كانت خادمة عند هاكون فيرل، و هاكون فيرل خان زوجته مع الخادمة، وبعدين مش بس كده، ده زوجها بابن صديقه إجدال. يعني زوج الخادمة جينا هنسن
ساعدها في الزواج بيالمر اللي هو ابن إجدال يالمر. طبعا يالمر برضه هاكون فيرل ساعده في انه يعمل استديو خاص بيه في التصوير، وساعده في الموضوع ده بعد ما زوجه ب جينا هنسن الخادمة. طبعا ريجرز اللي هو ابن هاكون فيرل شايف ان في يعني عدم مثالية في الموضوع ده، وشايف ان والدته اتظلمت، وشايف ان العلاقة اللي ما كانش فيها وضوح بين الخادمة ويالمر، فيعني دايما بيتكلم عن المثالية في الحياة وعن مبادئ الحق والعدل. لما بيتزوج يالمر بجينا هنسن بيبقى له ابنة هيدفيج. هيدفيج دي بعد كده بتبقى عندها عرضة للإصابة بالعمى، بتبقى معرضة للإصابة بالعمى. يعني هيدفيج دي بتبقى معرضة للإصابة بالعمى. هيدفيج بتربي بطة برية. طبعا البطة البرية ده رمز المسرحية، بيشير إلى كل شخص في المسرحية فيه صفة من صفات البطة البرية. مسز سوربي خادمة هاكون فيرل بتبعت رسالة أو بتوصل رسالة من هاكون فيرل لهيدفيج بنت مين؟ بنت يالمر. الرسالة دي بيعرف هاكون فيرل هيدفيج إن هو على استعداد لانه يساعدها هي وجدها. بتصل الرساله دي الى يالمر. لما بتصل الرساله دي الى يالمر وبيقراها بيجن جنونه وبيصاب بالجنون، وبيظن ان هيدفيج بنت هاكون فيرن. فطبعا في هنا اشاره الى ان طبعا دي رسالة من رسائل هنريك إبسن، إن الأحداث عند معرفة الواقع ممكن يؤثر على الشخصية ويفقدها توازنها. طبعا زي ما احنا قلنا إن البطة البرية بتشير إلى كل فرد من أفراد المسرحية في صفة من صفات البطة البرية. في جار لإجدال اسمه ريلينج، ده طبيب بيتعرف على ريجرز. لما بيتعرف على ريجرز وبيكلم معاه هي هي هيعتقد او هي هيشير الى ان هو مصاب بالجنون او مصاب عنده مرض نفسي. طبعا الكاتب بيبين ان ريجرز ده اصلا هو المثالي او اللي عنده مثالية، فازاي تتحول المثالية الى مرض نفسي عن في رأي الدكتور؟ ده طبعا من ضمن الوسائل اللي بثها هنريك إبسن في المسرحية لزيادة الأحداث. فبيظهر يعني بيبدأ حتى احنا المتفرجين نفسهم بيبدأوا يشوفوا هل هو مرض نفسي ولا هل هي مثالية، بيبدأوا يتلخبطوا. طبعا والد هيدفيج اللي اسمه يالمر بعد ما فقد توازنه هيسيب البيت ويمشي. طبعا قبل كده كان ريجرز اجر اوضه وقعد معاهم في البيت. يعني من ضمن الاحداث اللي حصلت قبل كده ان ريجرز استأجر غرفة من إجدال طبعا لمساعدته في الظروف المادية، وإن هو يقعد معاهم في البيت، وأصبح مستأجر للغرفة دي. لما بي 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 بيسمع ريجرز عن المشاكل أو الظنون السيئة اللي موجودة عند يالمر،
هينصح طبعا يالمر هيسيب البيت وهيمشي، ومن ضمن الاسباب اللي ساب البيت ان بنته هيدفيج بتربي البطه البريه، بتربيها في الشقه. هينصح ريجرز، هينصح هيدفيج بانها تقتل البطه البريه عشان تجيب، عشان تخلي والدها يرجع. طبعا هي هتبقى عايزه تقتل البطه البريه حتى تسعد والدها، وفي عز ما هي بتعمل كده بتقتل نفسها. طبعا مع قتل هيدفيج، طبعا زي ما في رمزيه لان هيدفيج في الاساس هي البطه البريه، لما بتقتل هيدفيج نفسها بت بيلتا يل يجتمع تاني يلمر بزوجته، وهيحزنوا على فراق هيدفيج، هيشعرهم قد ايه هم كانوا بيحبوا هيدفيج. دي بملخص سريع كده لأحداث مسرحية وايلد داك أو البطة البرية، المسرحية من تأليف المخرج الكاتب الكبير هنريك إبسن، ينصح بقراءتها. السلام عليكم. طيب نيجي بقى بعد كده هنتكلم شوية عن الشخصيات والرمزية في المسرحية. هنريك إبسنز بلاي وايلد داك از هيبسن إبسنز بلاي طبعا من ضمن المسرحيات هو ادول ذا هاوس ان 1879، تم انتاجها في 1879. دي من اشهر مسرحياته واللي اتكلم فيها عن حقوق المرأة وكان سباقا في هذا الموضوع. طبعا هتقروا بقى القصة براحتكم، احنا فتحنا مجال القصة وشرحناها بالتفصيل. هنتكلم بس ايه عن الشخصيات، طبعا اجدال الشخصيات بقى الكاركترز. اجدال او اولد اجدال also called اولد اجدال او اجدال العجوز، هو والد يالمر. طبعا زي ما احنا قلنا جينا اجدال، طبعا جينا قلنا كانت الخادمة بتاعت هاكون فيرل، وزوجها ليالمر ابن اجدال. هيدفيج اجدال، هيدفيج دي بنت يالمر نتيجة زواجه من جينا هنسن. طبعا يالمر ابن اجدال ملفك احد الجيران، ملفك دكتور ريلينج احد الجيران، وهو طبيب، الطبيب اللي كان قال ريجرز ان هو عنده مرض نفسي. مسز سوربي الخادمة اللي اتت بعد، مسز سوربي الخادمة الهاوس كيبر فور هاكون فير، دي خادمة هاكون فير. وبعدين تم زواج هاكون فيرل من الخادمة ميسيس سوربي في مقارنة بين، يعني عشان هنريك إبسن يعمل مقارنة بين زواج هاكون فيرل بالخادمة ميسيس سوربي وزواج يالمر بالخادمة جينا هنسن.
جريجور وفيرل اللي هو ابن ايه، ابن هاكون فيرل. طيب هنتكلم بقى عن الثيمز او الموضوعات التي تثيرها مسرحية والدي داك، تروث فيرسس فالسهود، الحقيقة وال غير الحقيقة، الشويسز اند كونسيكونسز، الاختيارات وما يتبعها. طبعا لما بنتكلم عن الحقيقة وغير الحقيقة بنتكلم عن الفالسهود اللي كانت في علاقة هاكون فيرل بجينا هنسن من وراء زوجته، زوجته اللي هي أم ريجرز، اللي كان شايف ريجرز إن هي اتظلمت لما كان في علاقة بين هاكون فيرل وإيه وجينا هنسن. أيضا كان في فالسهود في العلاقة اللي بين أو الزواج اللي تم بين جينا هنسن ويالمر، واللي خبى هاكون فيرل وخبت جينا هنسن العلاقة اللي كانت بينهم لما جينا هنسن تزوجت يالمر. وأيضا لما خبى هاكون فيرل ابن إن هيدفيج ابنته، يبقى كل دي الموضوعات. الموضوع الأول اللي هو truth versus falsehood. طيب choices and consequences، لما اختارت جينا هنسن انها تتزوج يالمر وما تبع ذلك، لما اختار يالمر انه يتزوج جينا هنسن وما تبع ذلك، ولما اختار يالمر انه يترك البيت ويغادره وما تبع ذلك، لما اختار هاكون فيرل انه يتزوج من مسز سوربي وما تبع ذلك، لما اختار ريجرز انه يقعد في يؤجر غرفة من غرف إجدال وما تبع ذلك، كل دي في موضوع choices and consequences. ال identity الهوية، تغير الحال 180 درجة لما هيدفج تغيرت هويتها، بدل ما كانت هيدفيج بنت يالمر بقت هيدفيج بنت هاكون بيرل. يبقى ال هيدفيج the possible identity as هاكفون's daughter that lead to the tragic ending، التي قادت إلى النهاية التراجيدية. وكذلك بقى يعني تغيير الهوية دي كانت مؤثرة في الأحداث. طيب ال deception، deception اللي هو الفساد، الفساد اللي موجود، ال corruption in society، وال ال high class society versus ال low class society، أو كل ده في كل ده بيعبر عنه ال deception اللي كان موجود في الايه في المجتمع وما تبعه من علاقات غير سليمة. ده وايلد داك ستايل بقى، السيمبوليزم الرمزية اللي موجودة في المسرحية. The Wild Duck is the foremost symbol Ibsen's employ، الأكثر توظيف أو الموضوع الرئيسي الموظف كرمز خالص اللي هو الـ Wild Duck. The Wild Duck has come to live with the family after having been shot by Hakon, which is itself symbolic، ده رمزية. فكما سقطت البطة البرية عندما أصابها هاكون، أيضا كذلك في ال downfall of Gina، وال يبقى both duck and woman almost came to destruction، تم تدميرهم، اتدمروا لما أصابها هاكون، أصاب الوالد داك وقام
بالعيش في منزل إجدال، كذلك جينا هنسن اللي عاشت في منزل إجدال برضو عندما أصابها حقن، ودي رمزية كبيرة في المسرحية. طبعا بقى ندعوكم بقى لأنكم تكملوا قراءة المسرحية لأنها تستحق القراءة، وإلى لقاء آخر مع مسرحية جديدة. شكرا، السلام عليكم.